بسم الله الرحمن الرحيم. دائما CSS، دروس CSS أو رونقة المواقع الإلكترونية من البداية للاحتراف. الدرس الثاني. إذن a CSS role consists of a selector and a declaration block. يعني دائما القاعدة تتكون عندنا selector، يعني ما هو الشيء الذي نريد أن نقوم بإعطائه رونق أو جمالية، مثلا عنوان من الصنف رقم واحد، ثم لامة مفتوحة لامة مسدودة، ثم هذا ما يسمى ديكلاراسيون بلوك، يعني بروبريتي فاليو، بروبريتي فاليو او كي فاليو، كي فاليو او خاصية قيمة، خاصية قيمة الى غير ذلك. اذا مثلا اش ان، يعني نريد ان نقوم باعطاء رونق للعناوين الموجودة في الصفحة الالكترونية. الكولور يعني اللون، بلو الازرق يعني الكولور، يعني اللون الازرق. ولا فونت سايز، مقياس الكتابة هو 12 بيكسل. إذن دائما كي فاليو ولا بروبريتي فاليو، جوج نقاط، بروبريتي جوج نقاط، فاليو فاصلة منقوطة، ثم فونت سايز نقطتين القيمة، ثم فاصلة منقوطة. إذن جربنا ذلك في الفيديو السابق. مثلا لاحظ اش ان، قلنا بأن الكولور هو مثلا بلو، أليس بلو. تكس أونلاين سنتر، يعني نريد من العناوين أن تكون في الوسط. تكس أونلاين يعني تكس يعني النص يوجد بالوسط. إذا ذهبنا إلى التطبيق، إذا لاحظ بأن العنوان انترودكشن باللون الأبيض وفي جاء في الوسط. إذا مثلا لاحظ البروبريتي، إذا كولور نمشي ندير لي شي كولور آخر، مثلا بلو، البلو ناصح حبيبي الكرام. اذا لاحظ اصبح عندي اللون ازرق بالنسبه للفقرات، باراغراف بونجور بيان فوني سور مون سيت، يعني والفونت سايز 22 بيكسل. اذا يمكن ان اقوم ب تخفيض مستوى الكتابه، مثلا 10 بيكسل لتبدو الاشياء صغيره. 10 بيكسل، اذا 10 بيكسل اعطتنا فقره مقياس الكتابه 10 بيكسل. ثم فونت سايز فردين، يعني طريقة الكتابة، ما يهمني هنا بروبريتي فاليو فاصلة منقوطة، يعني الخاصية ثم القيمة فاصلة منقوطة، الخاصية القيمة فاصلة منقوطة إلى غير ذلك. إذا هذا هو الشكل العام. مثلا إذا أردت مثلا بودي، يعني الهيكل الصفحة أو الجزء الرئيسي من الصفحة، باك جراوند كولور يعني لون الخلفية، يمكن إعطاء اللون الخلفية أصفر مثلا، وبالتالي سنذهب لاختيار اللون يلو. إذا نمشي إن شاء الله عند يلو الأصفر لتصبح الصفحة يلو، ولا مثلا ريد بالأخضر نقطتان. سنذهب إلى أحد الألوان جرين باللون هذا، اللون مهم باك جراوند. ما يهمني هنا أن اسم سيلكتور بادي، البروبريتي هي باك جراوند كولور، والفاليو هي هاد جرين، هذا اللون هذا الأخضر. فوالا. إذن كما قلنا هذا هو الشكل العام للخواص. أقل سيلكتور فأكو لامة مفتوحة لامة مسدودة، ثم الخواص وقيمها، الخواص وقيمها، والخواص وقيمها مع فارق وجود فاصلة منقوطة. إذن the selector points to HTML element you want to style. قلك السيلكتور يشير إلى العنصر HTML الذي تود أن تعطيه رونق. The selector points to the HTML element you want to style. Voilà. The declaration block contains هاد declaration block بدي من لامة مفتوحة إلى لامة مسدودة. قلك declaration block contains تحتوي one or more declarations part by semicolon. semicolon هي الفاصلة المنقوطة، semicolon بالإنجليزية هي الفاصلة المنقوطة، يعني تحتوي contains تحتوي one or more واحدة أو تعريف متعددة، more declarations separate مفصولة by semicolons. each declaration includes a CSS property name. إذن كل تعريف
يحتوي على خاصية سي اس اس، اسم خاصية سي اس اس، والقيمة. إذا كولور هي خاصية سي اس اس، فونت سايز خاصية سي اس اس. سندرس مختلف هذه الخواص بالتفصيل إن شاء الله. أما بلو فعبارة عن قيمة، قيمة اللون، مثلا لون أزرق أخضر إلى غير ذلك. فونت سايز هي الخاصية سي اس اس، أما 12 بيكسل وهو عبارة عن قيمة. إذا multiple CSS declarations are separated with semicolon and declaration blocks are surrounded by curly braces. ما معنى curly braces؟ هما اللامات، لامة مفتوحة ولامة مغلقة، تسمى curly braces. إذا يمكن تجميع مختلف الخواص داخل لامة مفتوحة ولامة مسدودة إن شاء الله. example p لاحظ color يعني اسم الخاصية red valor، اسم الخاصية css text align center الخاصية، ال p يسمى selector والخواص مفصولة بين فاصلة منقوطة سيمي كولون، ودائما سيلكتور متبوع بكيرلي بريسز ولو لام مفتوحة ثم لام مسدودة. إذا شرحنا ذلك. بي is a selector in CSS. Color is a property and red is the property value. Text align is a property and center is the property value. هذه معروفة أحبة الكرام. إذا الحمد لله نشوفوا CSS selector. CSS selector لي selector اللي عندنا لي سيليكتور كلاسيك احبائي الكرام، كاين باراغراف تو سي اس اس اليمون سيليكتور، يعني هنا غنحاولوا نشوفوا شنو هما لي سيليكتور اللي يكونوا، يا اما سيليكتور مباشره ولا سيليكتور مع السيليكتور ديال دياز. مثل دير دياز خاص يكون عندك الاي دي ديال واحد الاليمون الشامل. لنشرح ذلك جيدا من خلال التطبيق لتتضح ان شاء الله الرؤيه. يا بسم الله على بركه الله. اذا نمشيو بشويه. اذا نمشيو اخويا هنا لهذا المثال هذا اللي عندنا ديال نخليو هذا ستايل، نحيدو هادشي كامل فوالا، صفحه عاديه. نحاولوا ندير واحد الباراغراف الاولى. لاحظ هذا الباراغراف الاولى، بسم الله كنترول اكس. اذا كنترول في عباره عن الفقره الاولى، ثم ساقوم ب فقره ثانيه فوالا. اذا باراغراف فوالا، نمشي هنا كنترول اكس، نمشي هنا كنترول في. اذا اصبحت عندنا فقرتين. لو ذهبنا احبائي الكرام الى ستايل وقمنا بسيليكتور باراجراف كيرلي بريسز، ونذهب الى خاصيه واحده كولور يساوي ريد فوالا، ثم فونت سايز. فونت سايز نعطيه مثلا 12 بيكسل. لاحظ هذه الخاصيه. اذا لو ذهبنا الى التطبيق سنجد بان الفقره الاولى والفقره الثانيه باللون الاحمر مع سمك 12 بيكسل. يعني هنا سنطبق جميع اي باراجراف، اي فقره ستاخذ نفس الرونق. اذا ذهبنا الى التطبيق هنا احبائي الكرام، يعني هنا لاحظ بان الفقرتين بالاحمر وبنفس اللون. مثلا أريد أن هذه الفقرة الأولى بالأحمر وهذه بالأخضر مثلا، والفقرة الثانية بالأخضر. ماذا يمكننا أن نقوم بذلك؟ إذا يمكن أن نعطي ID بالنسبة لهذه الفقرة، ID سأسميها P1، وهنا الفقرة الثانية سأعطيها ID identifiant يعني اسم فوالا P2، لأتمكن أحبائي الكرام من إعطاء كل اذا هنا ساذهب للعوض عوض كتابه بي، ساكتب دياز اسم الفقره بي 1، وهنا ساذهب كنترول سي ثم كنترول في. يعني الباراجراف رقم واحد ساعطيها باللون الاحمر سمك 12 بكسل، والباراجراف الثاني وعلى اذا سيذهب وسيبحث عن الاي دي الذي هو بي 1. اذا الاي دي الذي هو بي 1 سيجده في هذه الفقرة، الايدي للبيادو سيجده في هذه الفقرة الثانية. اذا ساقوم بتغيير اللون، من هنا ساخذ جرين، واحد جرين،
وسأرفع السمك من 12 إلى 20. لاحظ، من 20. إذا ماذا سيقع؟ يا بسم الله على بركة الله، لاحظ، ستصبح عندي لون أحمر بالنسبة للفقرة الأولى ولون أخضر بالنسبة للفقرة الثانية مع زيادة في السمك. إذا كان عندك مجموعة من العناصر المتشابهة بي أو اش ان أو إلى غيره، وأردت أن تكتب وأردت أن يختلف الرونق، يمكن إعطاء كل فقرة بي اي دي أو رقم أو مؤشر. لنعيد، مثلا اش ان سأعطيها الاي دي مثلا عنوان تايتل 1. إذا سأذهب إلى برمجة عنوان آخر، اش كنترول سي، سأذهب هنا إلى كنترول في، ثم أعطى تايتل 2 وراء، وسأقوم بتغيير اللون الخاص بالعناوين، وبالتالي سأقوم إن شاء الله بالذهاب هنا و كنترول سي إعادة، ثم هنا كنترول في. إذا لا داعي للسمك، سأقوم بتايتل 1، تايتل 1 سأعطيه لون بلو، لون أزرق. فوالا، يعني العنوان الأول سأعطيه لون أزرق، أصبح لون أزرق. لاحظ انتخوديكسيون، لماذا؟ لأن عندنا اش ان، وهذا الاش ان عنده اي دي تايتل 1. مشينا هنا نعطيه لون آخر مثلا أصفر، يلو بالنسبة لي انتخوديكسيون الثانية أو العنوان الثاني، انتخوديكسيون مثلا سأسمي هذا العنوان بريزونتاسيون، مثلا بريزونتاسيون. ها هي، مزيان. هاد تايتل 1، تايتل 2 غنعطيه، نعطيه احبائي الكرام لون اخر. اذا ساذهب كنترول سي، ساذهب الى العنوان الذي ايدي رقمه تايتل 2، وساقوم باعطائه لون اصفر. الاصفر هي اليلو، ولا ولاحظ بانه سيصبح عندي لون اصفر غير واضح، لون مثلا أب لون شي لون آخر أحبائي الكرام، لون كولور إيغالا، ناخد هذا جولد ذهبي، وعلى بريزونتاسيون اكسترا. إذا اللي يعني هنا، إذا كنت ستتوفر على عناصر الشمال متشابهة وتود أن كل عنصر يكون عنصر من نفس النوع، من نفس الباراغراف، من نفس الأش أ، يرجى إعطاء رقم لهذا العنصر والذهاب إلى ستايل وكتابة دياز، دائما الأي دي نقول دياز 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 إكسترا. إذن هذا ما أرادوا أن يقوموا بشرحه هنا. إذا سيلكتور كما قلنا CSS باراجراف دياز، هنا CSS كلاس سيلكتور. إذا سنذهب إلى كلاس، فوالا. إذا أصناف، إذا الإيدونتيفيون يكون وحيد، أما الكلاسات تكون كلاس، يعني صنف من العناصر، صنف من العناصر. إذا هنا مثلا سأقوم ب برمجة الكلاس هنا، اللي نقرا واحد شوية الإنجليزية مزيانة. دو سي اس اس كلاس سيلكتور، دو سي اس اس كلاس سيلكتور، الأولى نخليها الفيديو المقبل. إذا دعونا 13 دقيقة، دعونا نذهب إلى الفيديو المقبل إن شاء الله، وسنشرح ما معنى الكلاس أو الأصناف. شكرا لكم، وإلى اللقاء.